السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الانبوكسين جديد، انبوكسين ديال واحد الاس اس دي ديال سامسونج تي 5، يعني غني على التعريف. سامسونج وحده من الشركات الكبار اللي كتصايب اس اس دي اللي كيكونوا سريعين بزاف. خلينا نفتحوا العلبه ونشوفوا شنو كاين الداخل. العلبه كتحل من هنا، ديال هنا كتحل. بسم الله، كتجي بحال هكا. هذا الريكلام ديال الحامل من شريتها، كيديروا لها هاد المسائل هادو باش كيحميوها الى طاحت ولا الى تحطات هكا شي مجهد. هما او الاس اس دي ديالنا هو هذا. اس اس دي هو هذا، هنا ملصقين عليه هاد اللصقات اللي ما قدش نشوفو، ولكن نشوف نحاول نحيدهم باش يبان لينا مزيان. هذا هو الاس اس دي، اختاريت هذا اللون هذا الازرق، يعني اللون الازرق زويون. كاين فيه حتى اللون الاسود. سرعه الكتابه هي 540 ميجا بايت في الثانيه، ومصايب هو من الالومنيوم وصغير، يعني بحجم كارطات ديال البنكة، وفيه 51 غرام. كيتحمل الصدمات، ولكن ماشي باش ترميه على الارض، لو رميتيه على الارض حتى حاجه ممكن ما تخدم. ولكن المهم الا شي اهتزازات صغيره، الا غير طاح لك غير شي طيحه خفيفه، يعني كيتحمل المساله، ماشي بحال الديسك دور الاتش دي دي ولا الهارد دي دي كنقولوا ليه. ديسك دور يعني ما كيتحملش الصدمات، ما كيتحملش يبقى يتحرك بزاف، حيت فيه مسائل كتحرك الداخل. يعني واحد من المزايا ديالو يعني تقدر تحميه بالكود، يعني في المثال طاح لك ولا تشفر لك ولا ما نعرف شنو تلفت نسيتيه في شي بلاصه، يعني كتكون درتي ليه الكود ديالو اللي لقاه موراك وجا هزو وجا خشى فيه اليو اس بي، ما غيقدش يشوف شنو كاين المحتوى اللي كاين فيه، يعني خاصو الكود هو الاول. وبروتكسيون تاع ا او اس 256 بيت انكريبشن، هذا تاع 500 جيجا بايت. يعني المميز في هذا الاس اس دي هذا شنو هو؟ هو الاغلبيه الاس اس دي حنا كما كنعرفوا ولا ديسك دو كيخدموا مع الويندوز ومع الماك، ولكن هذا يعني جاب واحد التغيير. شنو هو؟ كيخدم مع الويندوز مع الماك ومع الاندرويد، يعني تقد نورمالمون تركبوا مع التليفون ديالك تاع اندرويد، وتقد يعني تهز منه لي بروجي ديالك، تقد تهز منه فيديوهات تصاور، المهم اي مساله تقد يا ما تهزها من الاس اس دي تديها للتليفون، ولا الى عندك تليفون عمر بغيتي تخويه ديريكت تخويه في ديسك دو. يعني هذه مساله مخيره وزوينه بزاف. غادي نبداو ان شاء الله نحلو، بركه من الهضره بزاف. نزول الموس ديالنا او نحل بحال هكا. اوكي، ها هو حليناه. العلبه هي هذه، بسم الله. اس اس دي، ها هو تدا، هذه الكرتونه. نخلق الكرتونه هكا. هذا هو الاس اس دي ديالنا، هو هذا 500 جيجا بايت. يعني كما كتشوفوا صغير بزاف، صغير بزاف بزاف بزاف، يعني عندي ديسك دور واحد اخرين، ولكن هذا الصراحه كنظن احسن واحد شريت الى حد الان. شريتها 500 جيجا بايت، كيدير 100 الاورو. يعني الا بغيت نشري 1 تيرا بايت غاليه شويه، كتسوى حتى 200 الاورو. داكشي علاش ارتئيت باش حاليا هذا نبقى نستعملو باش نصايب الفيديوهات نتاع يوتيوب، باش ننسى المسائل ديالي الخاصه، ونخلي عندي الناس عندي حوايج اخرين اللي كنخليهم يعني ستوريج بوحدو. هذا هو، واو، يعني كتشوفوا ما كتشوفوش، ها هو زوين الصراحه. ها هو هذا، يعني الصراحه زوين، صغير خفيف كما قلت لكم، فيه 51 غرام، يعني 51 غرام خفيف بزاف 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 بزاف. يعني باش نقارنوه مع كارطة البنكة، ها هو، يعني ها كارطة البنكة، ها هو صغير على كارطة البنكة، صغير عليها يعني في العرض بحال الحال تقريبا، ولكن هنايا في الطول، حنا نقولوا الطول هذا صغير عليها، يعني صغير بزاف 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 بزاف. كما كتشوفوا ما فيهش بزاف الحوايج، فيه مدخل واحد ولا منفذ واحد، فيه المنفذ نتاع يو اس بي سي، يعني يو اس بي سي غني على التعريف، يعني سريع بزاف. شنو عاطين مازال معاه؟ عاطين جوج تاع الكابلات، يعني عاطينا واحد الكيبل شنو هو نتاع يو اس بي 3.01 مع يو اس بي تايب سي، يعني اللي عنده الكمبيوتر ديالو مازال ما فيهش المنفذ نتاع تايب سي يقدر يخدمو، يعني يخشي هذا في الكمبيوتر ديالو لابتوب ولا كمبيوتر ديسكتوب، وهذا يخشي هنا في الاس اس دي. يعني هذا واحد من
كيبلز اللي كيعطيو نشوفو شنو كيعطيو واحد اخر. يعني الصراحه دابا هذه اللعبه هذه زوينه كتجمع الكابل ديالك ما كيبقاش مشتت. ها هو زوين. او كيبل الثاني شنو هو؟ الكيبل الثاني هو يعني تايب سي تو تايب سي، يعني فيه جوج تاع تايب سي. الى عندك التليفون ديالك فيه منفذ تاع تايب سي كتخشي، عندك ايباد كتخشي، عندك اللابتوب ديالك كتقد تستعمل هذا. يعني هذا غالبا هو اللي غنستعمل. نحيدو هذه الطريق او نديرو واحد التجربه. اوكي غندير واحد التجربه. انا عندي هنايا سامسونج اس 8 بلس بلس، هو هذا كاين فيه المنفذ نتاع يو اس بي تايب سي. يعني غنحاول نشبكو على هذا وغنشوف واش غادي يخدم ولا لا، كما قالو حيت قال لك يعني كيخدم حتى مع الاندرويد. احنا غنجربو. اول حاجه غادي نخشي هذا هنا، ها هو خشيتو. ومن بعد غادي نحل هذا هكايا وغادي نخشي هذا هنا من تحت ونشوف واش غادي يوقع معايا. ها هو تعرف عليه USB 466 جيجا بايت. ها هو تعرف عليه، يعني مزيان نقدر ندوز لي اي حاجه بغيت. غادي نشوف دابا واش غادي يتعرف حتى على يتعرف عليه ايباد برو. يعني احنا درنا دابا مع سامسونج نشوفو ايباد برو ديالي هو هذا. غادي نشوفو واش غادي يتعرف عليه. نحلو هو الاول. اوكي ها هو ايباد برو. غادي نشوف واش غادي يتعرف عليه ولا لا. غادي نخشي حيت هو فيه المنفذ ديال تايب سي. ها هو غنشوف واش بان شي حاجه ولا ما بانش. ها هو يعني بان كلشي مزيان. يعني كيف ما شفنا ايباد برو تعرف عليه او سامسونج يعني اندرويد تعرفت هو عليه، باقي لنا الكمبيوتر. الكمبيوتر 100% غيتعرف عليه.